ننتقل إلى باغ نيوز ومنها نقرأ: والي الخرطوم: اكتملت كافة إجراءات تشريح الجثث مجهولة الهوية. وقف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة أمس على الأوضاع المأساوية للجثث بمشرحة مستشفى أم درمان والتي تعاني من التكدس وتحلل بعض الجثث. وأشار الوالي التوجيهات السابقة من الحكومة المركزية لمعالجة أوضاع المشارح بالولاية وتفريغها من الجثث مجهولة الهوية، وطالب بتدخل عاجل من جميع الأطراف ذات الصلة لتسريع إجراءات دفن الموتى لتفريغ المشرحة من الجثث التي تفوق طاقتها. واستمع الوالي إلى تنوير من مدير مشرحة أم درمان دكتور جمال يوسف الذي أكد أن المشرحة بها أكثر من 800 جثمان مما ألقى بأعباء كبيرة على الكوادر الطبية، وهو وضع فوق طاقة المشرحة المخصصة أصلا للتشريح. وقال إن هيئة الطب العدلي أكملت كافة إجراءات تشريح الجثث المجهولة عبر الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. أستاذ وليد، يعني حالة مأساوية جدا أن تتحدث عن موتى يجب إكرامهم، الجثث المكدسة تحولت إلى أزمة ويعني طال أمدها، يعني أخذت وقت أكثر من اللازم. نعم، هذه الأزمة فيها شقين، فيها شق متعلق بوزارة الصحة الاتحادية. وزارة الصحة الاتحادية عليها توفير المواد الحافظة، عليها توفير المشارح، عليها تشغيل هذه المشارح ومعالجة كل الخلل الفني الذي يمكن أن يحدث ذلك، ويتطلب ضخ أموال كثيرة لإصلاح جثث. الجثث حقيقة فاقت طاقة المشارح الموجودة أصلا، 800 جثث ربنا يتولاهم، ولكن عدد كبير جدا. الشق الثاني متعلق بالطب العدلي والنيابة العامة. أي جثة مجهولة الهوية معروف الإجراءات اللي تتبع فيها، أنه تجي النيابة العامة ويتم أخذ الدي إن إيه ويتم تحليله وحفظه وترقيم هذه الجثة ودفنها والاحتفاظ بالدي ان اي لاي وقت اخر. هذه المشكله ظلت لها اكثر من عام، وكانت في مستشفى التميز حصل اضراب وحصل اعتصام داخل في 21. هذه واحده من المشاكل التي يجب ان تتم معالجتها من النيابه العامه المسؤوليه الكبرى. يعني لم تتم الاجراءات بسرعه، يعني النيابه العامه وهيئه الطب العدلي هي مسؤوله من تاخير هذه الاجراءات وتكدس الجثث. لماذا التاخير في رايك؟ يعني التأخير ربما بحال البلد الموجود أصلا بدون حكومة قائمة، بدون إجراءات تمضي، بدون حتى الإشكالية الكبيرة اللي بتخوف منها أتوقع أن النيابة هي جثث التي تم انتشالها من النيل منذ فض اعتصام القيادة العامة، ولذلك ربما تتخوف النيابة العامة في الدخول في مشاكل. ولكن الحقيقة يجب على النيابة العامة وهيئة الطب العدلي هي الإسراع في استكمال الإجراءات حتى يتم دفن الجثث. نعم، طيب، يعني في رأيك خطوة حكومة الولاية في إكمال تشريح الجثث هل ستواجه بمقاومة؟ هي الولاية، حكومة الولاية ليس لديها علاقة مباشرة، العلاقة المباشرة هي هيئة الطب العدلي إذا كانت تتبع لولاية الخرطوم، فبالتالي هيئة الولاية يمكن أن تتدخل، ولكن على الولاية أنها تحس الجهاز هيئة الطب الشرعي التابع إذا كان تابع لولاية الخرطوم، والنيابة العامة أو النيابة الموجودة في الجهات المختصة هي التي تشرع في ذلك. نعم.